انا عندك حمد واجد بمست هل المجاني وصبعت الارض خضرة فيها القصون الدواني. يقول ابن صالح احمد ما ظاهري ما ياباني حتى ولا العين تبكي والقلب لاضي ضماني. وناوي الفقر حقه يبغى يحط مكياني يصبح على باب جالس شيبه قصير صفراني عليه جاكت مزخرف بلونه البهلواني. وحبيته مشرقية حدية الهندواني يا بن عمر حد عمرك ماشي معي لك كناني يسر لك ذهل التجارة هذي عمرون المباني. وباه ضيف معاهم على الكباش السماني ما نام عي بهم موتى على شياهي وضاني يا ناس انا ما دعيتهم غير هو اعتناني. وقلت عندي جوازك وفيزتك لا عماني سافر بلاد الحضارة حيث البنات الزياني واهل البكوس الجديدة واهل السرف والجناني. وقال والله معزم هناك ماشي اماني ذولاك ما يعرفوني ما عندهم لي مكاني باقر لي عند بابك بصيغ لك برلماني وباك تشفى عليها برتاح فاخر زماني. وراح اجيب لي مسجل بسمع عليه المغاني وجيب لي تليفون دمعة للناس دي ما تراني بغيت نغم عليهم لا حد نسي مع تناني. قال هالليل الحمد لله ما له بناصر بلاني دي شوفه زعيالي لغدف طويل الاذاني نظره وكحلان خوها جهال مثل البناني انا اشهد انه ظناهم وانا معاهم ظناني. للحطن الجاه عنده جد حتى ثماني بغي ترتب اموري معي في البيت عقني ولا احترف واصطرف اليسار ولا يماني. قال معزوز جاهك بسير لله حداني بشوف وين الزباين بشوف لي شخص فاني. لقد حد انسان مثلك كاسي ظروفه وفاني وبشرط صرف عيالي لا غبس لا شي شباني. علي ثلاثة عواقب عمر وقبله وهاني وربة البيت شوفها ماسك عصا خيزراني. شوفها تبا كل ليلة قتلي وتسع الصياني وذيع الشي 12 بات الحسف في ثواني. أما الشراب المهضم شراب بنبو حصاني وحجز لها تكسي جرح يروح للبيت ثاني. يشلها الساعة 4 بتحضر المهرجاني شوفها مرة تربوية وموظفة في اللجاني وعيالها كل واحد صبوح 4 صحاني. إلى ما قال بنظره العاطفية ريت سعده والتماني ونعد البيت جنبر من الأرض قاسي وداني. ذي لا ذكرت التحسر ومثل دموعي شناني والجوف فيه الحريقة بين الضلع الحواني. وحن مثل المقيد والمعتقل والمداني ذي في السجون الظليمة طلع عليهم بياني. وسلمت أمري على الله خاف إن هي حل ثاني هو ذي قدم رهينة فذكى والراهم. وشاني ختم تذكر محمد دي جابلا ترجماني عداد مع كل مد من صبح يهجر على ذاني يا ريتني زور قبره وركن ذاك اليماني الله يطاعه منه.